ما هي؟ ما هي؟ ما هي انت منيحة؟ انا رح اخذك لعند الدكتور هلا. ماهي انت منيحة؟ بترجاكي حاكيني. ماهي ماهي حاكيني، بوعدك رح شوف مين اللي ورا هالعملة ورح ندموا عليها. هاي أنا أمي ماهي. ماهي بتعرفي قديش كنت خايفة عليكي؟ أنا ما كنت مرتاحة بنوم. قولي أنت منيحة مو هيك؟ ماما أنا منيحة، لا تخافي علي. منيح هاتي. ألو ماهي، شو اللي عم بيصير؟ المدام شويت لانا وينها؟ لا تقولي اسمها ولا حتى سيرتها، لأنه بسببها نحن خايفين. شويت لانا ما غلطت معي أبدا، أنا وقعت بمشاكل بس حتى هي كانت خايفة علي لأنه أنا انخطفت. انخطفتي؟ بس إجي على البيت بخبرك، بس أول شيء أنا لازم أحكي مع المدام شويت لانا. هاتي. ألو اسمعي ماهي، تعالي لهون على البيت فورا أنت وأنوراج. فهمتي؟ مو ضروري تثبتي لحدا شجاعتك هلا، رجاء تعالي بسرعة. ماما أنا فيني اهتم بحالي، بتعرفي مو؟ أنا بهتم بحالي من وقت ما كنت صغيرة. أنا مو بحاجة لرجال يجي هلأ يحميني ويعمل حاله شي بطل قدامي. ماهي ماهي اسمعي شوي، شو بدي أعمل لهي البنت؟ هي بحياتها ما سمعت كلامي بنوم. لا تخافي، انتي مأمنة أنه راجع عليها وهو رح يجيبها على البيت. أنوراج ألو ألو، أنا ماهي. أخيرا لقيتك، أنا كنت خايفة عليكي. جيت على القسم لأقدم شكوى. أنت وينك؟ أنا منيحة، هربت من مشكلة صغيرة. وينك هلأ؟ أنا بجي لعندك. ما في داعي، خلينا نروح على البيت مباشرة. إلزام أحدودك معي، خليك بشغلك وبس. فوق هيك بعتقد انك المسؤول عن كل اللي صار معي. ايه مدام شويت لانا، وينك انت لحتى اجي لعندك؟ ماهي اسمعي، قولي لي انت وين وانا جاي اخذك. يا مدام انا جنب السوق هلا. ماشي خليكي عندك، انا جاي. اخيرا انبسطت كثير. ليك اسمع، بتلف وبترجع. اليوم لازم اقتلهم لهدول الاثنين سوا. ما حدا رح يعرف شو اللي صار، هذا الشيء ما حدا رح يعرف فيه.
ماهي شويت لانا ما بينوثق فيها ابدا. تعالي معي واطلعي بالسياره يلا. اترك لي ايدي والا رح ورجيك قيمتك هلا ورح تندم على هذا الشيء كل حياتك. اعملي اللي بدك اياه بس تطلعي معي فهمتي. انت اليوم كنتي رح تموتي. انا ما عندي وقت لكل هذا الحكي الفاضي وانا وعدت امك انه رجعك على البيت بخير وسلامه كمان. ما بدي اسمع منك ولا كلمه. خليك بعيد عني. انا بعمري ما رح اوثق فيك لهيك روح من هون هلا. انت شو عم يصير معك ماهي؟ لك انت رح تموتي اليوم. بشو عم تفكري بس؟ مفكرة اني ممكن اتركك لوحدك؟ انا مليت من كلامك الفاضي. اتركني وروح من هون بقى. خلص اتركني. تعالي معي احسن ما اتبع معك اسلوب تاني. تتبع اسلوب تاني ما؟ طيب ماشي ورجيني شو بتقدر تساوي لاني ما رح اطلع معك بالسيارة ولا رح اروح معك على البيت. ماشي مثل ما بدك. بدي اخذك لو شو ما صار. ورجيني كيف رح تطالعني. انا بكرهك كثير. تركني روح كان احسن لو مت اليوم. بعد عني انا ما بدي اشوف وشك حتى. خلينا نخلص من هالدراما. اذا ما سمعتي مني بتجبريني. حتى لو بتكرهيني لازم تيجي معي وهذا القرار قرار نهائي. ليش ما عم تفهمي علي؟ اه ليش ما عم تسمعي شو اللي قلته؟ ما بدي اسمع كلامك الفاضي. انا بفضل اني انخطف ولا اسمع كلامك شو ما كان. ما بيهمني اعملي اللي بدك اياه المهم تطلعي معي بالسياره فورا. ما هي استني. تركني روح ما رح ارحمك ابدا. انت مو معقوله شو عملتي؟ اعملي مثل ما عم قلك تعالي. رح ضل عاني بحياتي شو بيهمك مين انت اللي تهتم فيني. انت حتى بتكره شوفتي ما هيك؟ حتى انك ما بدك تشوف وشي ولا تسمعني فقلي مين عطاك الحق لحتى تقرر عني. اول شي صرت رفيق لإلي بعدين بتعاملني كعدو وهلا انت جاي لحتى تساعدني على اي اساس؟ ماني بحاجه لمساعدتك. لسه ما فهمت علي؟ انا ما عاد بدي اشوفك بحياتي خليك بعيد عني. انا ما فيني اتحملك بعد هلا. ما رح تقدر تعمل كل شيء على كيفك وانا بدي اعمل كل اللي بدي اياه. روح من هون. ماهي اسمعي رجاء لو سمحتي اسمعيني. بعرف انك معصبه مني كثير انا فيني افهم هذا الشيء بس بترجاكي اعطيني فرصه ثانيه بس. كم فرصه لازم اعطيك انا؟ كم مره لازم اذي حالي كرمالك؟ وكم مرة لسه بدك تكسر لي قلبي؟ فيك تقلي قديش؟ كنت تجرحني كل ما سامحك بس بكفي ما بقى بسمح بهالشي. ماهي اسمعي رجاءا بترجاكي اسمعيني. شوفي انا بعرف اني غلطت معك وكتير كمان بس امك قالت لي انه في عندك دليل صح؟ وانتي ورجيتي لشويتلانا. خليني شوف الدليل رجاءا. حلو فهمتك هلا لحتى فهمت ليش كنت عم تلحقني وش اللي بدك اياه. معقول كل مره تضحك علي؟ معقول ما كنت عم فكر؟ انت لحقني لحتى تاخذ هالدليل مني بس مو هيك؟ انت فهمتيني غلط شو هذا اللي عم تحكي؟ انا معي حق 100%. لك انت بدك هذا الدليل مشان تتلفوا صح حكي؟ وهيك ما بيكون فيني اثبت براءتي مو؟ صح؟ حلو سيد أنوراج أهلاوات. مو صح أنت فهمانتيني غلط. أنا معي حق 100%. أنت واحد مخادع وأكبر غلطة أني منحتك ثقتي. هي غلطة كبيرة ما رح أوثق فيك طول ما أنا عايشة فهم هالشي. ما بدي أحكي بأي موضوع وما بدي أحكي معك. بعد عني خليك بعيد عني. بس أنا ما فيني بعيد عنك. ما عم تفهمي انه انا ما فيني بعد عنك ماهي؟ انا ماهي شو صار لك ماهي؟ اهدي شوي اهدي. ما هي استني انا رايح جيب مي. ايه
ماهي؟ ماهي؟ وين راحت؟ وين بدي أدور عليها؟ صار لازم أدور على شي علاج؟ مو قادرة أنا أفكر غير بأنوراج. عم شوفه بكل مكان. أنا رايحة نام بالباص أحسن شي وبريح راسي. مرحبا. ما تكوني فكرتي إني ما بقدر لاقيكي. طيب هاي أنا هون. شوفي شو شبك ارتعبتي ولا عم تشوفيني وين ما رحتي؟ شكلك كأنه عم تتقاتلي مع حالك. شو صاير؟ معقول أنا سبب هالصراع؟ شفتي وصلت لك. مو مشكلة تقاتلتي معي ولا بكيتي ولا هربتي، لأنه ما رح تقدري تنسيني أبدا. كيف بيعرف هذا الشيء؟ اختفي من هون. عم قلك اختفي من هون. اسمعيني، بدك شي غنية غريبة لتخفيني؟ غني شي وحدة سمعيني. مو مشكلة عادي يا جماعة، هي بتكون أول مشكلة بيناتنا بعد الزواج. قد ما كان الحب بين الأزواج، الرجال هو اللي دائما لازم يتنازل. لك وقف لي هالتصرفات وما عاد تلحقني. روح. صدقيني أنت رح تشوفيني بأي مكان بتروحي عليه. وقف هالحكي تبعك وإلا رح لم عليك كل الموجودين هون. وبس يضربوك الناس اللي هون، أنت رح تنساني وتشيلني من راسك هاد. شو؟ يعني بدك تعمل حالك وكأنك زوجي مو هيك؟ شو رأيك قلن عم تعذبني مشان المهر تبعي؟ إذا عملت هيك بتعرف إنه أنت رح تنحط بالسجن؟ عن جد؟ يلا ورجينا لنشوف. موافق؟ موافق تعملي هذا الشيء؟ قلي لي هذا الحكي وأنا بأكد لك إنه بربع ساعة أنت رح تقولي لي قدام كل هدول الناس إنك بتحبيني. ورح تسامحيني قدام كل هدول الناس. بتشوفي؟ أنت مو حاجتك أحلام يقظة؟ بلكي ضربتك شي سيارة بالحلم؟ رح حققها، أنا بأكد لك هالشي. ماهي تركني وروح من وشي. هذا لوين راح؟ من شوي كان هون. وشو يعني؟ ما بيهمني ابدا. على كلين كان عم يخبص بالحكي حتى انه ما بيلتزم حدوده. ماهي كل ما بجيب سيرته لهاد بيطلع قدامي دغري. ليكي اطلعي فيني اذا بتريدي، يلا اطلعي فيني مره واحده وبعدين اعملي شو ما بدك. ماهي بدي اقتل حالي. إذا هيك بدك اقتل حالك. يلا اقتل حالك واتركني بحالي بقى. ايه اكيد انا رح اقتل حالي لانه عم اعمل هالشي كرمالك. بس تذكري منيح يا ماهي انك ما رح تقدري تضحكي ولا تعيشي حياتك بعد ما انا ساوي هالشي. طيب شكلك مانك مصدقتيني ما هيك؟ شو عم تعمل؟ ايه؟ انت؟ ما هي قولي لي بتحبيني ولا لا؟ انت ما مليت من الدراما تبعك؟ اقتل حالك وخلصني. انا ما بظن يعني. ما هي رح تندمي لاني اذا متت انت رح تلومي حالك كثير وما رح تقدري تعيشي بنوب لانك ما جربتي تعطيني فرصه ثانيه ابدا. طب انا شو دخلني بيناتكم؟ رجالي اللي اخذتني. ما هي
لك انت شو راحت حالك؟ ماهي انا كتير بحبك، صدقيني عن جد بحبك، بترجاكي جاوبيني، انت بتحبيني؟ ماهي جاوبي بقى، خلص حاجه بقى جاوبيني والا بقتل حالي. عم تسمعيني؟ مدام انا لقيتهم. انت متاكد انه هن شفتهم بعينك؟ ايه مدام، مثل ما عم قلك هن قدامي هلا، انا متاكد. بعت لي صورتهم خليني اتاكد. ايه مدام رح صورهم دقيقه. ماهي الو، خلي عينك عليهم، انا جاي، وكمان بدي اضل ملاحقهم لحتى اوصل لعندك، بس اوعك تعمل شيء. الظاهر هالدنيا رح تضل توقف بوجع ماهي وانوراج، وهالشيء لصالحي. على شو واقفين عم تطلعوا؟ يلا جيبوا الاسعاف. انوراج طلع فيني، بترجاك سامحني. انوراج انا اسفه، انوراج فتح عيونك، بترجاك فتحهم. ماهي انوراج، انوراج انت منيح مو هيك؟ ماهي ما تتضايقي ابنه، بترجاكي سامحيني، انا ما عاد اغلط، هي اخر مره، وبعدها ما عاد يهمني ابنه اذا متت ولا لا، بس انا ما فيني اعيش بدونك ابدا. ما راح يصير لك اي شيء انوراج، راح تكون منيح. يعني هلا سامحتيني ماهي؟ رجاء ماهي ما تضلي زعلانة مني. انت الشبك، انا ما بقدر ضل زعلانة منك كتير، اذا بيصير لك اي شيء انا كمان بدي. انوراج، انوراج، انوراج قوم يلا، انت ما فيك تموت وتتركني لحالي. انوراج يلا قوم، بترجاك قوم يلا. انوراج انا بحبك، صدقني بحبك، انا بحبك كتير عن جد. انوراج، انوراج هذا اللي انا كنت بدي اسمعه منك، بس اللي لي لشوف مين لسه بيقول هيك للتاني انه هو بيحبه. ماهي اسمعيني، انا عندي اعتراف. شو اللي انت بتعرفي؟ اني ما بقدر كذب عليكي ابدا، انا كنت قاصد اعمل كل هذا الشيء بس لحتى الفت انتباهك، كنت مفكرك رح تخافي كتير اذا انا جرحت حالي قدامك، على اساس يكون جرح صغير، بس الظاهر اني جرحت حالي جرح كتير كبير، وهلا رح موت من وجعي. يعني كل هالشي كان تمثيل صح؟ لك تعالي أبويا شرابي بعده. لك ماهي تعالي اسمعيني، اسمعيني شوي. بعد مخادع، الباص عن جد ضربني هاي الضربة، وهي ما كان مخطط لها. مخادع ومحتال كمان. شو المشكلة؟ عملت هذا الشي بس لحتى أولى؟ انتو شفتوها، هي كانت مليانة حب وحنية، بس هلأ ليك اتحولت وهالمشاعر راحت من هون، وإلا أنا بقتل حالي فورا. انتو بتروحوا بتدوروا عليها وبتلاقوها وبتجيبوها لهون، وإما كانت تكون ما في بنت بالدنيا بتسترجي انه تعمل بأبوها الشي اللي عملته هي فيني. هي شوهت سمعت أبوها قدام كل العالم. أنا بدي أقتل أروش قدام عيونها وخليني شوف شو بدها تساوي وقتها. تركت البيت كرماله. لا لا تعمل هيك، أنا بترجاك سامحها، هي بتضل بنتك، عملت غلط بس ممكن تصلحه. بعدي
روحي من وشي، هي مالها غلطتها. هاي غلطتك إلك، أنتي دللتيها كتير. طيب طيب بترجاك عاقبني إلي، بس لا تعاقب ألا إلا. شو لازم أعمل؟ لك أنا ما فيني اطلع بالعالم بسبب عملتها. ما بعرف شو صلى بسبب هذا الشاب اللي حبته، اتجرأت وهربت من البيت. سمعتي رح تصير مو منيحة بسببهم. لا لا لا، هيك ما بيصير. أنا رح أرجع ربيها من أول وجديد. مرت عمي، احكي أي شيء. سمرتي لساتها بنت صغيرة. بس هاد يلي عملته حتى الأولاد الصغار ما بيعملوه، فهمتي؟ لك شو ما عمل جغراش فيها هو بيكون في معه حق. انتو شو عم تستنوا؟ ما فهمتوا شو حكيت؟ روحوا جيبوا لي اياها فورا. بترجاكي اسمعيني، بترجاكي اعتذر مني. لا لازم تسامحه. ماهي، نحن اعترفنا بحبنا لبعض، بترجاكي وافي. انتي لوين رايحة؟ لك ماهي، أنا مبسوطة كتير أنوراج. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.